معلومات تاريخية موجودة غلط في المنهج. في كتاب التاريخ بتاع اهدى كتاب التاريخ يتكلم عن دخول الإسلام للسودان في سنة 11 في صفحة 11 تكلم عن دخول الإسلام للسودان. قال ولكنه لم يدخل عن طريق الغزو والحرب، ولقد جاء عبد الله بن أبي السرح غازيا للسودان من قبل حاكم مصر وهو عمرو بن العاص. صحيح، حاكم مصر كان عمرو بن العاص الذي كان واليا عليها من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمرو بن العاص كان واليا لمصر من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والكلام ده غلط. السودان فتح في سنة 31 هجرية، 31 هجرية الموافق 651 ميلادية، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي سنة 24 هجرية. كيف يكون عبد الله بن أبي السرح والي في عهد عمر؟ كيف عمر مات سنة 24؟ طيب اثنين، قال ولكن جيش عبد الله هزم ولم يستطع التوغل، فقد واجهه النوبة الشجعان الذين كانوا يسمون برماة الحدق. مكتوب الحدق وهي غلط، افترض تكون الحدق لأنه من الحدقة العين، يعني ذلك كانوا بيصيبوا في العين، دي فيها خطأ تاريخي. اللي واجهوه رماة الحدق هو عقبة بن نافع مع عبد الله بن أبي السرح. عبد الله بن أبي السرح جاء بعده، والصحيح انه لم ينتصر النوبة المسيحيين او المسيحيون، ولم ينتصر عليهم عبد الله بن ابي السرح، وكان بينهم سجال من المعارك لحد ما انتهت انه هم ارهقوا النوبة المسيحيين، ارهقوا فوقعوا مع عبد الله بن ابي السرح اتفاقية البقط، واصلا ماخوذة من الكلمة اللاتينية باكت، والاتفاقية نصت على إنه النوبة المسيحيين يدفعوا للمسلمين في مصر ما يسمى بالبقط اللي هي الجزية، يدفعوها 360 من الرقيق سنويا. ودخل الإسلام في ذلك الوقت سنة 31 هجرية عبر الحملات خلال الهدنة بتاعت اتفاقية البقط، دخلت الحملات، والآن مسجد عبد الله بن أبي السرح موجود في دنقرة، موجود مسجد عبد الله بن أبي السرح. فده خطأ تاريخي واضح جدا. قال ولقد دخل الإسلام السودان بواسطة التجار عن طريق البحر الأحمر وبواسطة الصوفية الذين فروا بدينهم من بطش الحكام الأمويين والعباسيين. كذب. راجع مقدمة كتاب طبقات والضيف الله النسخة القديمة، يعترفوا بأن أول صوفي دخل إلى السودان تاج الدين البخاري في سنة 800 ونيف من الهجرة، 800 ونيف. ما كان إطلاقا دخول الإسلام عن طريق تاج الدين البخاري ولا غيره، والإسلام دخل من بدري، لكن هو دار يزيل عن السودانيين كل شرف يقربه من الإسلام. نحن عندنا من أجدادنا السودانيين كانوا بدرجة تابعين لأنهم تلقوا العلم من الصحابة، وعبد الله بن أبي السرح اللي بيتكلم عنه هنا بيجيبه من غير ما يقول رضي الله عنه، وده صحابي جليل ما بيقول رضي الله عنه. ده كله احتقار لأي ثقافة إسلامية، واحتقار لأي حضارة أفريقية أو سودانية، بالمقابل بمجد في كل الحضارات الأوروبية عشان تعرفوا إنه ده منهج مدفوع الثمن، وحتعرفوا من خلال المواد الجوة هنا والأشياء اللي بنطلعها عجب وأشياء تقطع القلب، ده منهج مدفوع الأجر، مدفوع الأجر. طيب نقطة أربعة، راجع
الكتب التاريخية اللي كتبت عن تاريخ السودان زي تاريخ مكش بيكا، أيضا تاريخ ابن خلدون، أيضا كتب المسعودي، كتب البلاذري، غيرهم من المؤرخين اللي كتبوا، مش الكلام المكتوب. بالمناسبة الكلام ده لقيته ده منشور بتاع فيسبوك، ده اللي بيعتبره مرجعية، منشور بتاع فيسبوك ده مرجعية واضعينه لأولادنا في المناهج. طيب